صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 27 لسنه 2022 باعاده تشكيل اللجنه الوطنيه للمواصفات والمقاييس جاء فيه يعاد تشكيل اللجنه الوطنيه للمواصفات والمقاييس برئاسه وزير الصناعه والتجاره والسياحه وعضويه كل من مدير اداره الفحص والمقاييس بوزاره الصناعه والتجاره والسياحه. مدير اداره التخليص الجمركي بشؤون الجمارك بوزاره الداخليه، مدير اداره الرقابه والتراخيص بوزاره النفط، مدير اداره ترشيد الكهرباء والماء بهيئه الكهرباء والماء، مدير اداره هندسه المواد بوزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مدير اداره الصحه العامه بوزاره الصحه، المهندسه لمى عباس المحروس عضوا من ذوي الخبره والاختصاص، الانسه دلال فؤاد البحارنه عضوا من ذوي الخبره والاختصاص. السيدة سونيا محمد جناحي ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد نواف خالد الزياني ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد أحمد صباح السلوم ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة أربع سنوات وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه.